طاجينجال المخ البقري مشرمل. إيه. كنحتاجو جوج مخاخ ديال البقري او اربعه صغار، ثلاثه الفصوص ديال الثوم، جوج معالق صغار عامرين ديال التحميره، نعم، شويه ديال الملح، شويه ديال القزبر والمعدنوس، غنحتاجو جوج مطيشات ولا ربعه ديال المطيشه، نص كاس ديال الزيت البلديه، معلقه كبيره ديال الكمون. نعاود لكم مقادير. كنحتاجو بالنسبه للطبق ديال الوصفه ديال المخ مشرمل، كنحتاجو جوج مخاخ ديال البقري او اربعه ديال المخاخ صغار، ثلاثه الفصوص ديال الثومه محكوكين، جوج معالق صغار عامرين ديال التحميره، شويه الملح، شويه ديال القزبر والمعدنوس، ربعه ديال المطيشه ولا جوج مطيشات متوسطين، نص كاس ديال الزيت البلديه، معلقه كبيره ديال الكمون. طريقه، كناخذوا كاسرونه كنعملوا فيها الماء حتى كيسخن مزيان، كنزيدوا فيها واحد النقيطه ديال الخل، يعني واحد المعلقه صغيره ديال الخل، كنوضع فيها داك المخاخ اللي عندي وكنخليهم واحد خمسه ديال الدقائق. من بعد كنهزهم تنصفيهم تنقيوهم من العريقات اللي تيكونوا فيهم ولا طريفات ديال الشحمه ولا اي حاجه كاينه في داك المخاخ، كنقيوهم مزيان. كناخذ المقله او طاجين او طنجره، كندير فيها الزيت حتى كيسخن مزيان، كندير فيها الثومه، الملح، التحميره، قزبر معدنوس، مطيشه مقطعه طريفات صغار على نار خفيفه وهادئه، وكنزيدو داك كنخلي هادشي حتى كيتقلى شي شويه ويتشحر. كنزيد هادوك المخاخ اللي عندي كنقطعوهم طريفات كبار، كنزيدوهم تنقصو العافيه، وتندير داك المعلقه الكبيره اللي عندي ديال الكمون والقزبر معدنوس من الفوق، ما تنحركوش، تنقصو العافيه وتنخليهم يطيبو على، ما خصناش نحركو لان غادي ما تنحركوش، ما كنحركوش داك الطريفات اللي عندنا ديال المخاخ، وتنكونو حركنا داك لاصوص مزيان حتى ندمجو عندنا العناصر، وتنحركو فوقاش من تدوز واحد 20 دقيقه ولا 25 دقيقه داك المخ بدا كيشد بط فراسو، تنقلبوه بشويه يعني ماشي بجد، تنقلبوه باش عاوتاني داك الفوق تيشرب داك العطريه وداك لاصوص ديالنا، تنقصو عليه وتنخليوه تيطيب وبصحه وراحه. الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه الشيف زينة سلوان.